وللحديث أكثر حول تحركات الأسواق العالمية انضم إلينا أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أهلا بك أحمد. يعني لاحظنا الارتدادة إلى المنطقة الخضراء بالنسبة للتحركات في وول ستريت، يبدو بأنه حالة الاطمئنان نوعا ما عادت لدى المستثمرين فيما يتعلق بالقطاع المالي، وأيضا من بعد عملية الاستحواذ التي شاهدناها من قبل فيرست سيتيزنز على بنك سيليكون فالي. برأيك اليوم هذا الأمر إلى أي مدى يعطي الاطمئنان لدى المستثمر؟ وبالتالي اليوم أيضا لدينا لجنة الاستماع أيضا للمؤسسة الفيدرالية للتأمين أمام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، هذا الأمر أيضا إلى أي مدى قد نسمع أخبار جديدة فيما يتعلق بهذه الأزمة؟ نعم، صباح الخير سالي ورندا. نعم، بكل تأكيد ليس فقط عملية الاستحواذ قد أزالت بعض المخاوف، لا بل بعض التقارير المالية التي قد أكدت بأن السيولة التي انتقلت من البنوك الصغيرة إلى البنوك الكبيرة قد انخفضت في جلسة هذا الأسبوع. فبكل تأكيد عندما تنخفض السيولة المنتقلة من البنوك الصغيرة معنى أن المخاوف قد زالت بعض الشيء. تصريحات المسؤولين كانت قد طمأنت بأن الأموال في أمان، على العكس ما قالته جانيت يلن في بداية التصريحات أن الأموال ليست بمعزل عن المخاطرة أعلى من 250 ألف. فبكل تأكيد هذه التصريحات قد أعطت بعض الطمأنينة. بكل تأكيد دوتشي بانك كان آخر البنوك المتأثرة، طبعا دوتشي بانك كان لديه أيضا ككريدي سويس بكل تأكيد بعض المشاكل على السي دي اس منذ الفترة الماضية، فلم يكن المفاجأة بأن ينهار سهم البنك بكل تأكيد. لكن عندما ننظر إلى البنوك الأوروبية مقارنة مع البنوك الأمريكية، فعلى ما أعتقد أن البنوك الأوروبية أفضل حال بعض الشيء من البنوك الأمريكية عند النظر حتى على الأموال المدخرة، الأموال التي تم إيداعها في الفترة الأخيرة. LCR بكل تأكيد يعتبر السيولة موجودة تعتبر بالمقارنة بالسيولة الأمريكية تعتبر جيدة. حتى الميزانية العمومية المخصصة للبنوك 30 مليار دولار في أوروبا تعتبر بعض الشيء تعطي الطمأنينة بالبنوك الأوروبية. عند النظر حتى على السندات، فبكل تأكيد السندات المشترية من البنوك الأوروبية ما يقارن 12.5 من الأصول المالية للبنوك الأوروبية مقارنة 25% من البنوك الأمريكية. بكل تأكيد يجب أن تحمل اليوم طمأنينة أو حتى تصريحات من مسؤولين الأمريكيين للطمأنينة أكبر من المخاوف للأزمة المصرفية لدفع الاستثمارات. بكل تأكيد لدفع الأسهم البنوك التي قد ارتدت في الفترة الأخيرة. فبكل تأكيد التصريحات اليوم مهمة جدا، على ما أعتقد أنها قد تكون إيجابية بعض الشيء والطمأنينة أو إزالة المخاوف بعض الشيء من المخاوف السابقة بكل تأكيد اليوم. يعني ربما هذه الرهانات التي نشهدها على تخفيف الأزمة وحدة الأزمة المتعلقة بالقطاع المصارف، كذلك شاهدناها على ملف آخر الاقتصاد الصيني. فعليا أحمد، يعني كنا شاهدنا بيانات إيجابية تحديدا بعد الإعلان عن عودة الفتح الكامل للاقتصاد الصيني، كانت لدينا بعض نتائج إيجابية، ولكن في المقابل لا تزال بعض نتائج أخرى تسجل تراجع. يعني حتى إن تحدثنا على أداء المصانع نشهد هناك لا تزال هذه الحركة والهدوء في هذا الملف تحديدا. برأيك يعني التوقعات والرهانات التي كانت قد وضعتها الأسواق خلال هذه الفترة على الاقتصاد الصيني، هل تراها يعني كان مبالغ فيها فعليا ولم نشهد أثرها لحد الآن بالنسبة للتحركات سواء حتى على أسعار النفط والرهانات الكبيرة عليها كانت؟ نعم رندا، بكل تأكيد الصين ليست بمعزل عن العالم. التأثير الاقتصادي السلبي بكل تأكيد على الاقتصادات العالمية أثر بطريقة أو بأخرى على الاقتصاد الصيني. لو نظرنا إلى الطلب العالمي، نظرا لأن الصين تعتبر من أكبر المصدرين، فبكل تأكيد عندما تأثر الاقتصادات العالمية فالاقتصاد الصيني بكل تأكيد يتأثر بشكل كبير. فعندما ننظر إلى الطلب العالمي، الطلب العالمي قد سجل انخفاضات، لكن عندما ننظر إلى الاقتصاد الصيني على حدة فالأرقام الاقتصادية تعتبر جيدة بعض الشيء. عند النظر إلى مؤشر المنتجين يعتبر جيد، مؤشر التضخم قد سجل انخفاضات إلى 1% على أساس سنوي. عند النظر حتى المصانع بكل تأكيد سجلت انخفاضات، لكن هذه الانخفاضات لا تزال معتدلة على ما أعتقد حتى أنها أفضل من 2022. النمو حتى أيضا عندما ننظر إليه فبمعدلات 5% في الفترة الأخيرة، الناتج المحلي الإجمالي أقصد هنا، فبكل تأكيد أرقام تعتبر جيدة بالنسبة للاقتصاد الصيني. انفتاح الاقتصاد الصيني بكل تأكيد مع مرور الوقت قد تتفاقم
تتفاعل معه الأرقام، بكل تأكيد لن تكون الأرقام تستجيب بهذه السرعة. رندا قد تحدثت أيضا على أرقام النفط، أرقام النفط قد سجلت بعض الارتدادات خام غرب تكساس تحديدا $75 حاليا. المخاوف من أزمة البنوك قد أثرت بشكل كبير على تراجعات أسعار السلع بشكل عام منها النفط، فبكل تأكيد عندما تسجل ارتدادات حاليا للنفط على ما أعتقد قد يتأثر أو يكون المؤثر الأول أو يمكن قراءة الاقتصاد الصيني بأنه قد يسجل بعض الارتفاعات في الفترة القادمة، فعلى ما أعتقد أن الأرقام الإيجابية بالنسبة للاقتصاد الصيني قادمة في الفترة القادمة. نعم أحمد، يعني لو تحدثنا اليوم عما نترقبه أيضا من اقتصاد أستراليا هذه المرة لبيانات التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا، برأيك اليوم هذه الأرقام إلى أي مدى ستكون تأثيرها أيضا على قرار المركزي الأسترالي وما سنشهده من سيناريو متوقع للبنك المركزي الأسترالي في بناء على هذه البيانات؟ نعم سالي، لو نظرنا إلى بيان بنك أستراليا في الفترة الأخيرة أو تحديدا آخر 3 بيانات، عدم اليقين من بنك أستراليا واضح بكل تأكيد. عندما ننظر إلى آخر 3 بيانات، فآخر 3 بيانات كان فيها تناقض شديد. آخر بيان قد أكد بأن البنك الأسترالي يتخذ إمكانية التوقف على رفع أسعار الفائدة، ففيما لو جاءت أرقام التضخم بالتباطؤ من 7.4 إلى 7.2 أو حتى أدنى من 7%، فعلى ما أعتقد قد يتخذها بنك أستراليا ذريعة للتوقف عن رفع أسعار الفائدة في شهر أبريل اجتماع الشهر الحالي، لكن إمكانية التراجع عن هذا القرار في الشهر القادم نظرا للتسعير لإمكانية رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس أخرى 3.85% إمكانية وصول أسعار الفائدة النهائية بالنسبة لبنك أستراليا، فعلى ما أعتقد أن اجتماع شهر أبريل قد يحمل احتمالية التوقف عن رفع أسعار الفائدة، لكن اجتماع شهر ماي على ما أعتقد أنه قد يحمل إمكانية رفع أسعار الفائدة. فيما لو نظرنا إلى أرقام التضخم، فأرقام التضخم في أستراليا تحمل عنوان التذبذب بشكل واضح بالنسبة لأرقام، أرقام مرتفعة بعض الشيء، أرقام تنخفض بعض الشيء أو تتباطأ بشكل أصح، فعلى ما أعتقد أن البنك الأسترالي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في شهر أبريل فيما لو جاءت أرقام التضخم بشكل متباطئ في القراءة الحالية. نشكرك أحمد عزام، أنت محلل أول أسواق المال في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.